السلام عليكم جميعا. المرحلة الثالثة، مختبر Laboratory of Inorganic Pharmaceutical Chemistry. عنوان المختبر اليوم هو Assay of Borax. طبعا بداية نحن لازم نعرف هو شنو البوركس. البوركس هو salt، ملح، يتكون من weak acid يعني حامض ضعيف اللي هو البوريك acid و strong base اللي هو NaOH. فالبوركس او صوديوم بوريت الصيغه العامه له هي Na2B4O7 10H2O، المولكيولر ويت مالته 381. طبعا هذا Na2B4O7 دوت 10H2O هو هذا البوركس. مثل ما اتفقنا هذا هو سولت، هذا راح ينطيني اذا تشوفون جوا على اليسار هذا هو البوركس باربع ذرات بي. هذا راح يعطيني يعني من اجي اسوي له تايتريشن او افعله ويا حامض قوي راح يعطيني المركب اللي على اليمين اللي هو بي او اتش باي 3، ف حيحرر لي الحامض الضعيف من ملحه. كيميكال برنسبل، بوركس از اسولت مثل ما اتفقنا derived from weak acid اللي هو بوريك اسيد and strong base and NaOH. So its aqueous solution is alkaline. طبعا السوليوشن مالته احنا ما راح نعطيكم ان شاء الله السامبلات راح يكون قاعدي. شلون نسوي له بما انه هو قاعدي؟ شلون نسوي له اسي؟ شلون نسوي له تايتريشن؟ راح نفاعله ويا حامض قوي. فراح نسوي له تايتريشن من البيوريت ويا 0.5 نورمال هيدروكلوريك اسيد اللي هو HCl. اذا هو اسيد بيس تايتريشن. اذا اني هنا طبعا اريد تنتبهون وياي، اني كل ما راح يعني امشي خطوه كل خطوه راح احكيها راح اقول ليش سوينا هيج. فهنا اني ليش سويت تايتريشن ويا HCl اللي هو الهيدروكلوريك اسيد مثل ما شفنا جوا حتى احرر الحامض الضعيف من ملحه، يعني هذا الملح مالتي بوركس اللي هو السولت حتى احرر من عنده البوريك اسيد to liberate weak acid from its salt. هذا اول سؤال ممكن تنسالوه. اذا تشوفون المعادله العامه، طبعا انا اذا سالتكم هي سؤال اكيد يعني لازم تكتبوا لي المعادله يعني ما يرهم. فهذا هو البوركس Na2B4O7.10H2O فاعلته ويا HCl بالبيوريت راح يعطيني 4، انتبهوا هنا 4H3BO3 يعني اربع ذرات بوريك اسيد. انتبه أربعة، هذا الرقم أربعة لأن بعدين من حنحسب الكيميكال فاكتور راح أقسم على أربعة حتى تقولون مين جتي، هي هاي من أنا جاية بلس 5H2O2NaCl. زين أنا هاي الخطوة اللي سويتها اللي جيت وضفت ال HCl، طبعا هاي هسه إذا تروحون تقرون بالكتب راح يقولكم أنه ضيفوا 10 مل HCl. 10 مل هذا ثابت، أنا إذا عندي وزن ثابت، بس المشكلة أنه إحنا راح نعطيكم أنونات مختلفة فال HCl حيختلف من جروب لجروب، فبالتالي انه انتبهوا يعني ال HCl من راح اضيفه يعني لازم انتبه انه على اللون مال يعني اللون احنا حنعطيكم سامبل لونه اصفر، من حضيف ال HCl راح يتحول لونه وردي اوقف من يوصل لون وردي. طبعا ورا ما يوصل وردي انا اجي شو اسوي؟ اجي افاعله ويا ال NaOH يعني سكند تايتريشن. اذا هنا هسه ايش صار؟ انا عندي صار عندي اول تايتريشن راح نعطيكم السامبل اللي هو البوركس، هذا السامبل قاعدي راح افاعله ويا ال HCl راح يتحول اللون من اصفر الى وردي، هذا اول تايتريشن. شنو الفائده منه؟ To liberate weak acid from its salt. طبعا هسه اجيكم على بعض فوائد يعني هسه من حنمشي لي قدام بالمحاضره، بس هو الفائده الرئيسيه انه انا حتى احرر الحامض من ملحه. بعدها راح اسوي تايتريشن ثاني، يعني انا هي الفكره انا اريد اسوي تايتريشن للبوريك اسيد. فهذا البوريك اسيد يعني تحرر عندي هذا الفيري ويك اسيد ويا من افاعله؟ راح افاعله ويا ال NaOH اللي هو القاعده. فاربع ذرات بوريك اسيد اكيد حياخذ اربع ذرات NaOH فبالتالي يعطيني صوديوم ميتا بوريت. فهذا هو السكند تايتريشن، هذا الفوليوم اللي نزل احسبه واضربه بالكيميكال فاكتور يطلع لي وزن الانون. بوريك سامبل may sometimes be contaminated with boric acid or sodium carbonate. Thus two titration are carried out. اذا احنا ليش نسوي يعني انا اذا اسالكم انه احنا ليش نسوي two titration؟ انا اذا اسوي two titration لانه حتى اول شيء التايتريشن الاول to liberate weak acid from its salts اللي هو البوريك اسيد من السولت مالته.
وايضا انه اني السامبل مالتي ممكن يكون بي كونتامينيشن، يعني هو صح بوركس بس اكيد بي يعني بوريك اسيد بصوديوم كربونيت، فحتى اخلص من عندهن. فاذا ذا فيرست تايتريشن از فور بوركس، هذا اول واحد تكتبوا لي اياه، and sodium carbonate if present with hydrochloric acid اللي هو موجود بالبيوريت. The second is for boric acid with sodium hydroxide ويا NaOH. Reaction between borax and hydrochloric acid liberate boric acid اللي هو H3BO3 a very weak acid that need to increase its acidity. طبعا هاي صار رابع مرة نعيد انه اني جيت سويت التايتريشن حتى احرر البوريك اسيد من البوركس اللي هو السولت، so that it can react with sodium hydroxide by direct titration. فبعدين انه هذا الفيري ويك اسيد انا راح افاعله ويا الصوديوم هيدروكسيد. بس هنا أنا اكو شغله، هل انا مباشره راح اجي افاعل لو راح اضيف فشي يلا افاعل؟ لا، راح اضيف فشي، راح نضيف فشي اسمه مانيتول. هسه راح نشوف بالبروسيجر. This is achieved by the addition excess of mannitol, a polyhydroxylated alcohol. يعني هذا البوريك اسيد اللي طلع عنا اللي هو الفيري ويك اسيد راح اضيف له مانيتول، راح يسوي لي فد كومبلكس، فد معقد. هذا المعقد هو اللي راح افاعله ويا الان اي اتش اللي هو بالسكند تايتريشن. شنو هي الفيزيكال بروبرتيز مال بوركس؟ طبعا بوركس هو صوديوم تترا بوريت ديكا هيدريتد، should be kept in a well closed container soluble in 20 parts of water. يعني هو بس ده احنا هنا يعني قلنا انه لازم الكونتينر مالته يكون محكم زين، يذوب ب 20 بارت من المي. اليوزز مالته يستخدموه كانتي سبتك مطهر، استرنجنت ان ماوث بينتس، يعني ذول اللي يصبغ حلقهم او تصبغات هي هاي مال الحلق. المهم يعني هاي مو كلش اني اهتم لها، يعني احنا خلي يكون الفوكس مالتنا هو على الاسي اللي هي خلينا نقول تو تايتريشنز مال الاسي مال بوركس. البروسيجر جدا مهم، راح نعطيكم سامبل، راح تذوبون هذا السامبل ب 40 مل ديستل ووتر. الخطوة الثانية راح اسوي تايتريشن ويا HCl. طبعا من اسوي تايتريشن ويا HCl راح استخدم ميثل ريد. فهنا انا ممكن اسألكم سؤال، ليش انا استخدمت الميثل ريد؟ لانه انا اقول اتوقع الاند بوينت مالتي راح تكون حامضية، لان انا اضيف HCl، فبالتالي انه انا استخدمت الميثل ريد. The change او the color change from yellow to pink. اول تايتريشن راح يتغير عندي اللون من اصفر الى وردي. اوقف أنا أوقف، أجي بعدها أسوي boiling for 3 minutes طبعا direct heat على الحرارة، وبعدها أبرد solution أضيف 4 غرامات من المانيتول. طبعا هاي يعني إن شاء الله من تجون تشتغلون مباشرة تشتغلون البروسيجر، يعني يا دوب تلحقون، يا دوب الساعة اللي عندكم بالمختبر تلحقون تشتغلون. فيعني انا ما اريد اجي واعيد الشرح بالمختبر، فمباشره تاخذون السامبل وتذوبوه ب 40 مل ديستل ووتر، تجون مباشره تضيفوا له ميثل ريد انديكيتر، سووا له تايتريشن اي سي ال راح يتحول اللون من اصفر الى بينك. بعدها اسوي بويلنج لمده 3 دقائق، ابرده اضيف 4 غرامات من المانيتول. بعد ما ضفت 4 غرامات من المانيتول اجي اسوي تايتريشن ويا واحد نورمال ان اي او اتش. بس قبل ما اسوي اضيف فينوفثالين. انتبهوا هنا أنا رجاء، يعني هاي كتبوها البروسيجر، كتبوه يمكم هو موجود بالملازم. يعني انا بالتايتريشن الاول اضيف مثل ريد انديكيتر، تحول اللون من يلو الى بينك. بعدها من كملت اسوي بويلنج، اسوي كولينج، اضيف 4 غرام مانيتول، اجي اضيف فينوفثالين انديكيتر، يلا اسوي تايتريشن يلو. يعني ترى اذا نسيت واحد من ذني الانديكيتورات يعني شغل كله حيروح غلط، لانه كله يصير غلط. فاني الكلر راح يتغير يعني من بينك الى اورنج، وبعدها يعني اورنج الى يلو، بعدها يرجع بينك. يعني هذا التشينج بالكلر راح يصير عندي. فهسه بعدين نشوف يعني ليش هذا التشينج بالكلر راح يصير. فاذا فيرست تايتريشن راح يكون ويا يعني دا تشوفون انه دا اعيد واصقل بيها، لانه هاي التجربه تو تايتريشن تختلف عن التجارب البقيه، فاريد يعني كلش زين تضبطوها.
ايضا هنا انا كاتب لكم تاخذون 10 مل من الانون، تضيفوا له ديستل ووتر، تضيفوا له قطرتين من المثل ريد انديكيتر، بعدها كملتوا تحول اللون، انا عندي من يلو الى بينك، اجي مباشره راح اضيف فينوفثالين انديكيتر، طبعا ها اضيف مانيتول وبعدها اضيف قطرتين من الفينوفثالين، واكيد انا مسوي بويلنج مسوي كولينج، بعدها اجي اضيف الان اي او اتش. يعني تعتمدوا لي على البروسيجر اللي بالخطوه، يعني بالسلايد اللي قبل هذا، انا هنا بس دا اوضح لكم انه احنا عندنا بيوريتات اثنين، واحد بي اتش سي ال واحد بي ان اي او اتش، حتى لا تخربطون. وان شاء الله يعني بالمختبر راح نبلغكم نقول لكم هذا البيوريت ابو الاتش سي ال وهذا ابو الان اي او اتش، حتى لا تخربطون تسوون واحد قبل الثاني، يعني خاف تجون تسوون ان اي او اتش قبل الاتش سي ال والشغل يصير كله غلط. كالكوليشن، طبعا بالكالكوليشن احنا حنحسب كيميكال فاكتور، وهذا الكيميكال فاكتور راح اضربه بالفوليوم اللي نزل، فوليوم مال ان اي او اتش. ف ايتش واحد اكوفلنت اوف ان اي او اتش يساوي لي واحد اكوفلنت من البوريك اسيد. زين ايتش واحد اكوفلنت من البوركس احنا شفنا بالمعادله البوركس تحول الى 4 بوريك اسيد، فبالتالي احنا قلنا الموليكولار ويت مالته 381. 381 حقسمه على 4 لان هو تحول الى 4 بوريك اسيد. ف 1000 مل اوف 1 نورمال ايش يسوي لنا 381.4 على 4. 1 مل من الان اي او اتش يسوي لنا 381 على 4000، لانه ال 1000 قسمت على 1000. ايتش 1 مل اوف بوينت اوف 1 نورمال ان اي اتش از ايكوفالنت تو 0.09535 جرام اوف بوركس. هذا هو الكيميكال فاكتور. فاني الانون احنا راح نعطيكم انونات مجهولة التراكيز، يعني مجهول الحجم الوزن، فانتم راح تحسبون الفوليوم ايش قد نزل ايش قد استهلك مال ان اي اتش تضربوه بالكيميكال فاكتور. هسه هنا نجي اني لهنا هسه كملت، فبقى هسه عندي ملاحظات انه عندي هواية اسئلة اريد اسألها. اول شيء انه اني ليش اجيت ضفت ال HCl، يعني هذا بالبداية ليش أنا ضفت HCl بالفيرست تايتريشن؟ لأنه البوركس هو سولت، البوركس مالتي مثل ما قلت لكم هو سولت derived from weak acid اللي هو البوريك acid و strong base اللي هو الـ NaOH. So we add احنا ضفنا 0.5 normal HCl to liberate weak acid اللي هو البوريك acid from its salts اللي هو sodium borate، وتكتبوا لي المعادلة. فهذا هو الجواب المثالي اللي هسه ذكرت. المعادلة اللي تكتبوها اللي هي الـ Na2B4O7.10H2O زائد 2HCl حيعطيني 4H3BO3 plus 5H2O plus 2NHCl. زين أرجع وأكد أني ما أقدر أضيف حجم ثابت، يعني خاف أسألكم أقدر أني أضيف مثلا 10 مل مال HCl؟ لا أنا ما، يعني حيصير عندي أكسس يجوز ويجوز ما يكفي. ليش؟ لان انا عندي انون، فاني هذا حجم ال HCl اللي ينزل انا هذا ما احتاجه. الفكره منه اني بس حتى اعرف من حجم ال HCl ايش قد، يعني او حتى بس احرر الويك اسيد فروم ات سولتس. فاول شيء طبعا احنا بهذا التايتريشن استخدمنا الميثيل ريد از انديكيتر، اوكي الميثيل ريد، لانه اني اتوقع الميثيل ريد هو يعني يشتغل بوسط حامضي، فاتوقع انه يعني بالاخير البي اتش مالتي حتكون قريب الاربعة يعني حامضي، فلازم اني استخدم الميثيل ريد اللي حيحوله من اللون الاصفر الى اللون البينك الوردي. زين السكند تايتريشن، طبعا هاي هي المعادلة مالته. الانديكيتورز why we use methyl red as indicator in the first titration، قلت لكم لان انا اتوقع ال pH مالتي راح تكون قريب الاربعة الى الستة، فحيحوله من يلو الى بينك. ليش استخدمنا الفينوفثالين indicator بالسكند titration؟ يعني انتبهوا هاي اسئلة ممكن تنسألون بيها. ليش استخدم الفينوفثالين indicator بالسكند titration؟ لان اتوقع ال pH انا عندي يعني رينج القاعدي اللي هي من 8.3 الى 11 اللي هو الرينج اللي يشتغل به الفينوفثالين. فاذا بيكوز وي هاف ا فيري ويك اسيد اللي هو البوريك اسيد وسترونج بيس صوديوم هيدروكسيد اللي موجود بالبيوريت، اذا احنا نتوقع البي اتش مالتنا هي راح تكون قاعديه. زين هسه يجي السؤال المهم، انه احنا ورا ما كملنا هاي العمليه جينا سوينا بويلنج، ليش هنا سوينا بويلنج؟
why we boil the solution. Because borax sample may sometimes contaminated with Na2CO3. لأنه السامبل مالتي مال بوركس ممكن أنه يكون متلوث بالصوديوم كربونيت. When reacted with HCl lead to formation of carbon dioxide CO2 which is soluble in water, lead to formation of carbonic acid which is shift the pH range of the solution and affect the phenolphthalein indicator. يعني أذا تلاحظون أنه أني ليش سويت بويلينج؟ لأنه أني أذا البوركس مالتي متلوث بال Na2CO3 هذا ال Na2CO3 اذا تفاعل ويا ال HCl راح يؤدي لي يعني راح يكون لي الكربون دايوكسيد. هذا الكربون دايوكسيد هو اصلا يذوب بالمي وبالتالي راح يكون لي الكربونيك اسيد وبالتالي راح يسوي لي شيفت لل pH مالتي يعني حيلعب لي بال pH رينج مال سوليوشن وراح يخلي الفينوفثلاين ما يشتغل مالتي. اذا احنا نسوي بويلنج to get rid of carbon dioxide and prevent formation of H2CO3. فهذا هو سبب البويلنج يعني إذا سألتكم هذا السؤال مباشرة. هاي هي المعادلة مالت Na2CO3 إذا تفاعل ويا HCl راح يعطيني CO2. هذا CO2 ويا المي راح يعطيني كربونيك أسيد H2CO3 فأني حتى أمنع CO2 يتكون وأمنع H2CO3. بس نجي للمانيتول. انه اني قبل السكند تايتريشن ضفت مانيتول. اني بالسكند تايتريشن هو شنو الفكره منه؟ البوريك اسيد داريد افاعله ويا ال NaOH بس ما قدرت افاعله لان هو فيري ويك اسيد فسويت مانيتول حتى يحول اياه الى كومبلكس. فهنا اني ممكن اسالكم ليش ضفنا المانيتول بالتجربه مال Assay of Borax؟ الجواب مالته because boric acid is a very weak acid and its reaction with NaOH is very weak and we can't easily detect the end point. يعني ال end point مالتي اذا جيت فاعلت البوريك اسيد مباشرة ويا ال NaOH ما راح اقدر اشوف يعني حيطلع لي end point هيجي hazy end point يعني مو واضحة. So we add mannitol to convert weak acid to mannitol boric acid complex اللي هو strong acid complex يعني حولته من weak الى strong. على مود الـ end point يعطيني اياها شارب تكون كلش واضحة. طبعا هذا هو الكومبلكس المانيتول اذا تشوفوه هو بولي هيدروكسيليتد يعني بست ذرات OH راح يتفاعل ويا البوريك اسيد ويكون لي هذا الكومبلكس. ايضا المانيتول يعني ممكن انه يسوي لي كومبلكس بهاي الطريقة انه يعني تجي جزئيتين مانيتول وتتفاعل. فممكن هيك وممكن الرسم اللي قبله فأنا أفضل ترسمون لي الرسم اللي قبله إذا سألتكم هيك سؤال. Weak and strong acids. Why boric acid considered as weak acid and HCl strong acid؟ يعني هذا سؤال ممكن أن أنا أسأله ليش البوريك أسيد هو weak بينما ال HCl هو strong؟ Because it has a tri-basic hydrogen. البوريك اسيد احنا شفنا ستراكشره B ومتصل بيها OH 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 يعني ثلاثة هيدروكسيل جروب. And the electronegativity of the oxygen atom is a very high. So negative charge will localize on the oxygen and attract positive charge to the hydrogen thus prevent proton formation and ionization. طبعا هاي هنا راح ادخل بالالكترونيجاتيفيتي والنيجاتيف والبوزيتيف تشارج بس انا اللي اريد تعرفوا انه هو البوريك اسيد بي ثلاثة هيدروكسيل جروب وهاي الهيدروكسيل جروب الالكترونيجاتيفيتي مال الهيدروكسيل يعني بي او اتش مال الاكسجين كلش عاليه. فبما انه الالكترونيجاتيفيتي مالته كلش عاليه النيجاتيف تشارج راح يصير نيجاتيف تشارج على الاكسجين فبالتالي انه تجذب لي البوزيتيف تشارج اون ذا هيدروجين وتمنع البروتون فورميشن بروتون فروم ايونايزيشن. هذا هو الرسم يعني الاكسجين الكترونيجاتيفيتي عاليه والاتش هي بوزيتيف بها شحنه البوزيتيف فبالتالي انه هو يعتبر كويك بيز ويك اسيد العفو. وايل اتش سي ال از فولي ايونايز ان ووتر الاتش سي ال يكون يعني 100% ionize بالمي. Strong acid fully ionize in water. Weak acid not fully or partially ionize in water. ف
فاذا سال السؤال يعني هذا ليش بوز، هذا ليش سترونج، هذا ليش ويك، لانه هذا ويك لانه مو كلش يعني حيصير ايونايز بالمي، يعني مو فولي مو 100%، بينما الاتش سي ال 100% ايونايز. هذا شوفون اتش سي ال بالمي راح يعطيني اتش 3 او بوزيتيف زائد سي ال، بينما البوركس بال يعني بالمي اللي هو البي او اتش باي 3 راح يعطيني بي او اتش باي 4 نيجاتيف زائد اتش 3 بوزيتيف، بس هذا بارشال ايونايز. So we add mannitol to convert boric acid to strong acid complex. So the negative charge on the oxygen will go toward a polyhydroxylated group and easily lose of hydrogen. يعني هنا انه يعني ربطناها ويا موضوع ليش سوينا complex ويا المانيتول، على مود يعني يصير له 100% ionization. هاي اذا تشوفون بالرسم هذا خلي اشير لكم عليه، هذا يعني صارت الشحنه النيجاتيف تشارج اللي بالاكسجين راح تروح مباشره اتجاه الاكسجينات مال المانيتول. زين هسه هنا اني اذا جيت استخدمت اكسس من الاتش سي ال اللي هو باول تايتريشن شي يصير؟ اذا صار عندي اتش سي ال زايد، وات هابن اف وي اد ان اكسس اوف اتش سي ال؟ اذا ضفنا اكسس من الاتش سي ال بالفيرست تايتريشن هذا راح ياثر لي ويا الان اي او اتش، يعني حيتفاعل ويا الان اي او اتش بالسكند تايتريشن، فبالتالي راح ياخذ فوليوم اكثر، يعني حيحتاج مور فوليوم من الان اي او اتش بالسكند تايتريشن، وبالتالي يعطيني نتائج غلط. لهذا السبب اقول لكم ديروا بالكم بالفيرست تايتريشن، انتبه كلش على الاند بوينت تتحول من اصفر الى وردي، كلش انتبه على هذا الشيء. Part of NIH will react with boric acid and the other part will react with HCl. يعني هاي هو النتيجة انه هذا صار عندي excess. طبعا هو wide range of colors. In the second titration the end point the color change from pink to orange yellow to pink. يعني من حتجون تسوون التايتريشن الثاني راح تشوفون انه اللون هو pink. من ابدي اشتغل وراه راح يصير برتقالي. كملت مشيت بالتايتريشن راح يصير اصفر، مشيت بعد بالتايتريشن راح يتحول الى بينك. يعني انتبهوا انه انتم تبدون ببينك تنتهون ببينك. فهذا ليش هذا دا يصير؟ لان انا اصلا عندي ميثل ريد، الميثل ريد دا يتضارب ويا الفينوفثالين انديكيتر اللي ضفته باول تايتريشن. فلهذا السبب يعني اريد كلش تركيز كلش بهاي التجربه بهذا الشغل، يعني ما اريد تخربطون بيها حرامات، يعني هي سهله بس الخطوات لازم اضبطها. يعني اريد هذا الفيديو تشوفوه زين وتضبطوه زين وتكتبوه يمكم بالاوراق والبروسيجر موجود عندكم بالملازم اللي استلمتوها تجون مباشره تشتغلون، واحنا ان شاء الله موجودين وياكم. And thank you very much for your listening.